قال أبو حفص: المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. علشان كده الناس اللي يقول لك سيدنا رسول الله مات وخلاص نقول لهم حي في قبره. هو يعني متصور ان حي في قبره يعني بيقعد ياكل ويشرب يعني؟ اصل هو متصور ان الحياه دي يعني اكل وشرب يعني؟ طب ما هو الجنين في بطن امه حي ولا ياكل ولا يشرب بالطريقه المعتاده. ده بياكل ويشرب عن طريق سرته. بياكل ويشرب عن طريق سرته. ويتبول عن طريق المخرج المعتاد. بعد ما يتكون ليه الجهاز البولي وقبل الجهاز البولي لا يتبول ولا يتغوط. فيعني شيء عادي يعني ربنا خلق لك صور للحياة ليس فيها طعام ولا شراب عن طريق الفم عشان تتصور ان الشهيد ده حي عند قبره. في قبره، حي في قبره يرزق. علشان الانسان يتصور هذا. وانت في صلب ابائك وقد اخذ الله سبحانه وتعالى منا الميثاق جميعا من جميع الخلق وهم في عالم الذر. كنت حي، كنت طور حي، ولكن حياة لها خصائص أخرى غير حياة الدنيا، غير حياة البرزخ، غير حياة الجنين، غير حياة الحيوان المنوي وهو في الخصية، وهكذا. كلها مظاهر للحياة مختلفة متفاوتة، ولكنها كلها تجتمع في أنها حي، لها وجود، لها وجود في الأكوان. فلما نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، الجماعة الوهابية مش عارفين يتصوروا هذا، مش فاهم ليه يعني. كما يأس الكفار من أصحاب القبور، يعني هم ماشيين أسوة للكفار، يعني هم الكفار اللي يأسوا من أصحاب القبور، ده للكفار. لكن المؤمنين لا، المؤمنين يعلموا أن أصحاب القبور دول في حياة تليق بهم. ده كل أهل القبور حتى الكفار في حياة، لكن حياة الكافر في برزخه حياة دنية في سجن مسجون محبوس، وجسده يؤكل تأكله الأرض ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، وأنه يعذب في قبره، وأنه يشعر بمن يزوره. ده في الكافر. تيجي للمؤمن يرتقي أعلى، حياة أحلى وأعلى، ليست فيها السجن وفيها المتعة وفيها الأنس، وقد يكون فيها عبادة تشريف لا عبادة تكليف. فمن كان يحب أن يقرأ القرآن في دنياه الله سبحانه وتعالى يجعله قارئا للقرآن في قبره، من كان يحب أن يصلي في دنياه يجعله مصليا في قبره، وهكذا يعبد في قبره. وقد سمع أحد الصحابة عندما توسد قبرا دون أن يدري أنه قبر، كشف عن سمعه فسمع المقبور يقرأ آية تبارك، سورة تبارك، حديث معلوم في فضائل سورة تبارك الملك، علشان يعرفوا ان في من الصحابة اهل كشف. بس يقول لك انتوا بتقولوا يعني يحصل في اهل كشف والصحابة ما حصل لهاش، حصل لهم اكتر من كده الصحابة. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش انت مخرف، لا، قال له انها المنجية، انها تنجيه عذاب القبر. فاقره على ان المقبور يقرأ القرآن، وانه يبقى في نوع من الحياة في القبر نحن لا ندركها. لا، هو حياة أرقى. هي لا شك إن هي حياة أرقى. أيوة، ما ماتش بالمفهوم، صح، ما ماتش بالمفهوم اللي الناس متصورة منه أن الموت فناء. لكن هو الموت للنبي ارتقاء، والموت للولي ارتقاء، وللمؤمنين جميعا ارتقاء. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: الموت خير للمؤمن وللكافر. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ده. وإن لم تصدقوني، يقول لهم كده، فاقرأوا إن شئتم وما عند الله خير للأبرار. يبقى دل على أن الموت للمؤمن خير. وللكافر قال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فيبقى الموت خير ليه؟ لأنه هيقل معاصيه، يبقى برضه أحسن. وحتى الناس العوام يقول لك نوم الظالم عباده، لان بيقل ظلمه وهو نايم، طول ما هو صاحي قاعد يظلم، فاول ما ينام يقول لك يا سلام الحمد لله ده بيتعبد بالنوم. فيبقى الموت فضيله لكل على كل حال. كلما ارتقى الانسان كلما كان موته
أرقى من موت غيره. كما أن الحياة أصلا تتفاوت في الدنيا أيضا، درجات الناس في حياتهم في الدنيا بتتفاوت. في واحد حياته منتجة تجد الناس كلها تنتفع بيه وهو حي، يملأ الدنيا علما. شوف الإمام الشافعي عمل إيه في حياته، ملأ الدنيا علما والناس انتفعوا به، وما زلنا ننتفع به بعد وفاته بعلومه. فإذا كان ده إمام من الأئمة عمل كده في حياته في الدنيوية، وبعدين ما احنا برضو أحياء، حياتنا احنا زي حياة الإمام الشافعي متفاوتة، احنا حياتنا حياة بطالة وحياة الإمام الشافعي كانت حياة عاملة. فإذا كان الحياة الدنيوية اللي هي شايفينها دي بتتفاوت بين شخص وشخص وبين جيل وجيل وبين فرد وفرد، في حياة الدنيا المعتادة كذلك حياة القبر تتفاوت تفاوت كبير، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا علامة تعرف منها وتقيس، وعشان تعرف في دنياك إن الحياة مختلفة. أنت وأنت جنين في بطن أمك مش كنت حي؟ كنت حي وبتلعب وتتنطط، حتى الأم بتحس بلعب الجنين، تقول لك ده نايم ده صحي، ده وهي حامل على طول يرفص صحي وهي نايم ما فيش ترفيس، يبقى حي وهو قاعد بيلعب. الجنين ده لما تيجي تكلمه، لو تصورت كده ان اتنين اجنة يكلموا بعض، يقول له تصور الناس انا شفته في التلفزيون وهو بطن امه، تصور هذا يعني، يقول له انا شفته في التلفزيون ان في ناس بتاكل من بقها مش بياكلوا من صورتهم، تصور. يقول له يا شيخ قول كلام غير ده، هو مش متصور هذا، اصل هو عايش في حياة ومش متصور غير. يقول له لا لا ده خيال، ده خرافة اللي انت بتقوله، ده خرافة، ان هذا الا هو اساطير الاولين، هات لي دليل، يقول له ده انا شفت. طب وتصور كمان ده هما بيمشوا على رجليهم ولابسين هدوم، يقول له معقول؟ هو مش متصور ان الحياة تبقى بلبوس كده، مش متصور حياة تانية مختلفة يلبس والوان وشغلانة كبيرة، وتصدق بيتنفسوا هوا مش عايشين في مية كده، لكن هو عايز زي السمكة في مية، عايم في مية، عايم في مية ويتنفس، بيتنفس من سريته. الله، يقول له لا دول بيتنفسوا من مناخيرهم، يقول له عايشين؟ يقول له والله عايشين. فتصور انت بقى يوم يجي ايه يتولد يلاقي الدنيا واسعة قوي، الدنيا بالنسبة لرحم الام دي ساعة رهيب، في نسبة من رحم الام والدنيا، كذلك لنسبة بين رحم الدنيا والبرزخ، مفيش نسبة. مش كده الانسان اول ما يتولد الولادة الثانية اللي هي بالموت الدنياوي ده كأنه خرج من رحم الدنيا الى ساعة البرزخ، يجي بقى يبعث في البعث والنشور يلاقي ايه ده حياة البرزخ دي ضيقة قوي بالنسبة للرحم للدنيا، يدخل الجنة يلاقيها ده اوسع واوسع، ده ايه ده؟ هكذا سبحانه وتعالى نسب تتفاوت واساليب حياه تتفاوت، وكل مرحله لها اسلوب حياه مختلف بقوانين مختلفه، لكنها كلها حياه، كلها تستوي انها فيها حياه، وهي نوع من الادراك ونوع من الشعور، وفيها العلم بالخالق سبحانه وتعالى والعلم بحال المخلوق، ففيها نوع الادراك ده لكن تختلف. وقص على ذلك، هل تذكر وانت حيوان منوي قبل ان تكون وانت نصين، نص منك حيوان منوي ونص منك كان بويضة، تذكر هذه المرحلة؟ ما كان ليك وجود برضه في الأكوان، لكنك كنت حي، لأن لو ما كنتش حي ما كنتش جيت أصلا، لكن في حياة ما كنتش هتيجي، لابد يبقى في حياة. طيب هل تذكر قبل المرحلة دي لما كنت بتنتقل في أصلاب الآباء والأمهات؟ ما تذكرش. طب هل تذكر يوم ألست بربكم؟ ما تذكرش. وكل دي مراحل فيها حياة، وعشان كده يوفون بالعهد، قالوا هو العهد الأول، ألست بربكم، هو ده العهد اللي بتوفيه صحيح، وإن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نوفي بالعهد، أي العهد الأول الذي إذا وفيت به وفيت بكل عهد بعده، وإن لم توفي به نقضت كل العهود بعده، فهو العهد الأصلي. هل تذكره؟ لا تذكره الآن، لأنك بتنتقل من طور إلى طور، وكل طور ينسي من قبله حتى يتم الاختبار،
لكن الله سبحانه وتعالى حتى لعلمه أن الإنسان نسيا أرسل إليه الرسل عشان يعلموه أن في حياة تانية، وفي حياة قبل كده، وفي حياة أنت عايشها الوقت، وفي حياة كمان بعد كده. يعني أنت كنت حي قبل ما تيجي، وكنت حي الوقتي، وبعد كده هتبقى حي برضه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك جيدا، وكان يعلم الناس زي ذلك، وكان يروح يزور أهل القبور ويخاطبهم بخطاب الحاضر السامع، السلام عليكم، مش يقول السلام عليهم الغائب، لا. يعني اللي يفهم لغة العرب يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخاطب الحاضر السامع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي، بل هو أفصح العرب. فلو كان يعلم أن أهل القبور لا يدركوا كان كلمهم بخطاب الغيب، قال لهم السلام عليهم، ولكن قال عليكم، ولم يخاطب المؤمنين فقط في البقيع عليكم، لكن خاطب أيضا الكفار في شهداء في قليب أحد، وناداهم بأسمائهم في قليب بدر، وناداهم بأسمائهم. سيدنا عمر كان متصور لسه بمفهوم الجاهلية السابقة إنهم لا يدركون، يوم يذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما أنتم بأسمع لي منهم. يجي لك الجماعة الوهابية يقول لك دي خاصة بأهل بدر. إيه، هل هي ما أنت لا تخصص الحاجة إلا لما يبقى في دليل على التخصيص؟ فين الدليل على التخصيص؟ ما فيش دليل على التخصيص إلا ذهنك السقيم، ذهنه هو يعني مش أنت، لأنه هو جاهل، أو يريد أنه هو يحقق فكرة باطلة عنده أن ييأس الناس من نبيهم ومن أوليائه حتى يقطع الصلة بيننا وبين ماضينا، ويقطع الصلة بيننا وبين أجدادنا. وهذه قطع الصلة ده هذا أمر كان مقصود من أعداء الإسلام، أن يقطعوا الصلة بيننا وبين ماضينا وبين نبينا وبين آل بيت نبينا وبين الصالحين وبين أجدادنا، حتى بعد ذلك يكتسوا شأفتنا كما يريدون. وهذه أيضا مقصودة، نفس الحركة الوهابية نفسها حركة مقصودة عملتها المخابرات الإنجليزية. ولو حبيت تقرأ مذكرات هنفري، أنا الحمد لله امبارح عرفت أن طبعتها الطريقة العزمية، الطريقة العزمية في شارع مجلس الشعب طبعوها طبعة حديث، فممكن تحصل عليه. وأخيرا لما بان أو أدت الحركة الوهابية وظيفتها المطلوبة منها في فترة من الزمان على مدى 300 سنة، أدت وظيفتها على الصورة المطلوبة، ثم بعد ذلك بان مضرها لأعداء الإسلام، أرادوا أن هم ينشروا خبيئتها وحقيقتها بعد ذلك، فسمحوا بطبع هذه الكتيبات. مش مهم، هقول لك حاجة، أصل هم لن يقتنعوا، لن يقتنعوا بأي صورة، لكن يكفيك أنك أنت بس اللي تقتنع. مش مهم أنت تقنعهم، أصل أنت مش مطلوب أنك أنت تقنع حد على فكرة، أنت مطلوب أنك أنت تعرف الحق لنفسك وتنصح الناس ولست عليهم بمسيطر، بس سهلة. فلا تحمل نفسك ما لا تطيق، أنت تقول الحق، اللي تجد أذن سامع تسمع، خلاص ما لقيتش أذن مع السلامة. أي تفضل يا سيدي. فممكن تقرأ مذكرات هنفري دي، أنا بسمع عنها من 20 و30 سنة، المذكرات هنفري دي ما كنتش عارف أحصل عليها، لأنه كان كل ما تطبع سرا يروحوا جامعينها ويحرقوها، ما تلاقيهاش في السوق، مجرد تبدأ تختفي. دلوقتي علشان ابتدى الأمريكان يرفعوا العلم على الحركة الوهابية بقت تطبع ومحدش بيلمها، خلاص بقت هتبقى موجودة خلاص متوفرة إن شاء الله. بيبين لك محمد حقيقة الحركة الوهابية إن هي أصلا اللي عملها المخابرات الإنجليزية، وإن محمد بن عبد نفسه ده اللي ربته المخابرات الإنجليزية. هنفري ده نفسه كان راجل أسلم تبع المخابرات الإنجليزية سنة 1710 ميلادية، وأسلم ولبس عمة وقعد في تركيا تعلم القرآن واللغة العربية، وأصبح يجيد اللغة العربية كأهل العربية، ويجيد قراءة القرآن بالغنة والمد أحسن ما بتقرأ أنت، وبقى شيخ لما يدخل مسجد يخلوه يصلي إمام بالناس، وعاش في بلاد الإسلام يتجول ويجمع أخبار للمخابرات الإنجليزية، لحد ما قابل
محمد بن عبد الوهاب ده في البصرة، ووجد ان ده راجل مخه طائق، وبيقول هو فوجئ ان المسلمين سنة وشيعة يحترموا المذاهب ويحترموا العلماء السابقين. وجد الراجل ده بيقول نحن رجال وهم رجال، احنا مذهبنا القرآن والسنة على طول ومش ملزمين بفهم السابقين. فلقاه هو ده بقى الصيد السمين، فوطب علاقته به. ومحمد بن عبد نفسه ما كانش يعرف ان ده مخابرات، تفاهم ان ده الراجل شيخ مسلم من اذربيجان عشان لونه اشقر كده وابيض واحمر، وراجل بعمامه ويصلوا مع بعض وياخدوا ايد بعض وشغلانه، اقرا المذكرات وتعرف القصه ماشيه ازاي. وفي الاخر عملوا تزاوج بينه وبين الحركه السعوديه، فبقت الحركه السعوديه حركه حربيه سياسيه، وده الحركه الدينيه الموطده له وشغلانه تانية. وهيبين لك ازاي وزارة المستعمرات الانجليزية كانت بتخطط لمحاربة الاسلام والقضاء على الخلافة العثمانية من اصلها بطرق عديدة، منها دي، ومنها اثارة القبليات، ومنها اثارة النعارات، ومنها اثارة الفرقة بين المذاهب، والفرقة بين طوائف المسلمين شيعة وسنة، ومنها ومنها طرق كتيرة. ومن بين هذه الطرق انشاء فرقة كده في وسط أهل السنة والجماعة تثير فيهم حفيظتهم، ومن ضمن القرارات بتاعتهم بيقول لك أن المسلمون ملتفون حول علمائهم ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويلتفون حولهم أحياء وأمواتا، وأن التفافهم هذا يعطيهم دفعة قوية على مواجهة الأعداء، فلا بد أن نقطع علاقتهم به. دي كل دي اصلا مخطط كبير، اقراها على اي حال عشان تعرف القصه ماشيه ازاي. دي حقيقه والله، اقراها. ده هنفري ده راجل انجليزي مكذوب مكذوب، لكن الزمن بين لنا ان كل الاراء الوهابيه اراء خاطئه من حيث اصل. شوف هقول لك حاجه، المشكله خد بالك ان هم طول عمر اليهود بيجندوا، اعداء الاسلام يجندوا المسلمين من خلال بدون ما يعرف انه مجند. يعني هو بيختار، لما حبوا يقتلوا الملك فيصل مين اللي قتله؟ ابن اخوه. امريكا قتلت حاجه؟ عصت ايدها دم؟ لكن لقوا ان ابن اخوه ده راجل قليل الادب، مجرم قاعد مقضي وقته كله في امريكا في البارات وبيسكر وقاعد مع البنات، فراجل بايظ اصلا. ما نسمعني بقى، ما هي عايزه بقى تقتل فيصل، هي ما تروحش تقتله بيت، تفضل بقى ليها عيون في كل حته لحد ما تجيب واحد فسدان من العيله، واخد بالك، وتوجه الفسدان ده من بعيد لبعيد بحيث ان الفسدان ده يعمل بكامل ارادته دون ان يشعر انه عميل، ودي فكره الموساد على مر العصور. عبد الله بن سبأ اليهودي عمل لعبته كلها في الفتنه، لما تقرا الفتنه بايادي مسلمين، واخد بالك، اثار الفتنه، واللي قتلوا بعد كده سيدنا الحسين، اللي قتلوه ابن سعد بن ابي وقاص واثاروا الفتنه، واللي قتل سيدنا عثمان بن عفان ناس مسلمين بوازع من عبد الله بن سبأ اليهودي اللي اظهر نفسه مسلم علشان يدرس احوال المسلمين ويبص، وبعدين يعمل ختم سيدنا عثمان يزوره ويبعت رسائل متضاربه عليها ختم الخلافه الخليفه عشان يقولوا ان ده بقى راجل مخرف. ما انت قريت يا شيخ سيد الحاجات دي كلها. فدي نفس القصه دي بالطريقه دي. احنا مش بنقول لك ان محمد بن عبد نفسه كان يعرف ان هو عميل للمخابرات، لا، ده هو كان فكره طائق كده لدرجه ان اخوه سليمان مؤلف كتاب مسميه الصواعق الالهيه في الرد على الوهابيه لسليمان بن عبد الوهاب ردا على اخيه ومطبوع. اسمعني، يعني هو مش هم اللي عملوا الفكر ده في محمد بن عبد، لا، ده هم لقوا واحد فكره شاذ كده، حصلت المقابله فقالوا هو ده بقى احسن حاجه نلعب بيها من خلاله لمخططنا، وهو مش عارف انه بينفذ مخططهم. مش بقول لك ان هو عارف انه بينفذ مخططهم ابدا، ده هم بس الفكره بينقبوا الامور كده، يلاقي واحد مخه اعوج، زي ما عملوا في طه حسين. طه حسين طالع من الازهر قرفان وزهقان من الازهريه عشان ما ردوش يدوا له العالميه،
كل ما يدخل الامتحان يسقطوه 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 لما كفر بالازهر واللي فيه. فهم استلقطوه، راجل زي ده بقى طهقان من الازهر وبتاع، تعال هنديك احنا الدكتوراه في السربون ونهيصك ونجيب لك حد يخدمك وبتاع، ويرجع هنا مصر يعينوه عميد الادب العربي. واخد بالك؟ هو ما يعرفش انه بقى عميل على فكره. هو ما كانش يعرف انه عميل برضه. ده هو لقى الراجل طالع اصلا طهقان وناس بتسقطه زهقان، لقى ناس تانيين قابلوه احسن مقابله ونجحوه وادوله كل حاجه على يعني بسهوله. فاصبح خلاص عميل هو بدون ما يشعر انه عميل. ودي اخطر شيء على فكره. وهم طول عمر الاجانب الصليبيين يلعبوا لعبتهم بالطريقه دي. لما تقرا تاريخ الاندلس كيف انقلبت الى اسبانيا تجدها من خلال ايادي مسلمين عملاء دون ان يشعروا انهم عملاء. اصل النوازع البشريه كتيره بيلعب بيها عن طريق ايه؟ يا اما عن طريق النساء او المخدرات او المال لواحد يكون فسدان اصلا. ومن خلال هذا يبتدي يجند هذا الانسان وهو ما يشعرش انه مجند، ده هو بيعمل بكامل ارادته لكن بينفذ المخطط. هذه المشكله اللي بتحصل. مش بقول لك ان هو قاعد معاهم حط ايده في ايده ومعرف انهم مخابرات، لا ما بنقولش كده. احنا برضه نحسن بيه الظن، هو مسلم بس كان فاسق. كان مسلم فاسق. كان يبيح زواج المتعه وتزوج متعه عده مرات، وعندنا زواج المتعه زنا. محمد بن عبد الوهاب موجودة ايه؟ اقراها بقى في الكتب. ما هو انت الفكرة اصل مش كل حاجة انت ما تعرفهاش معناها مش موجودة. طب ما هاتها بقى اقف عليها. لا ما تقفش عليها اقراها، لانك لو وقفت عليها كيف تقراها وانت واقف عليها؟ لا يجب عليك ان تقراها ولا تقف عليها، لانكم لا تقولون بالمجاز تقولون بالحقيقة. فاذا قلت بالحقيقة وقفت عليها لا تستطيع ان تقراها، فيجب عليك ان تقراها ولا تقف عليها. والله طب الحمد لله جزاك الله خير. أي. مش الامريكان ده اللي هي المخابرات الانجليزيه عندها نظام ان كل مش عارف 70 سنه تروح نشر لك الاخبار. ادي كل فتره. وانا وقت السادات نفس القصه. قتلوه برضه بايد واحد مصري من الناس اللي هم الجماعات الاصوليه، واخد بالك ازاي؟ بكامل رغبه القاتل ده انه يقتله لانه عنده الدوافع. بس هم يا دوب اناروا الضوء الاخضر بس. ادي كل الحكايه. وكندي، لان كندي كان الوحيد الرئيس الامريكي اللي ما كانش منحاز لليهود الانحياز المطلوب، قتلوه. قتلوه بايدينا الامريكان برضه. وهكذا قصص معروفه يعني. قصص التاريخ معروف على مر العصور. لا لا هم اصل هقول لك حاجه، في حاجات اسمها مخابرات بتفضل يبقى ليها عيون في كل مكان. وتبتدي تختار الاصابع اللي هي تقدر تحركها دون ان تشعر ان هذه الاصابع انها محركه. دي سهله خالص. دي سهله خالص، ده انت في التنويم المغناطيسي ما انت لابد هتدور تلاقي وسيط. سهل وتلاقي الوسيط يتحرك بكل كامل ارادته. موجود النوازع البشريه موجوده، انت لا تتصورها يا شيخ سيد عشان انت راجل هدفك واضح، لا تتصور نفسك انك انت تبقى كده ابدا. لا في ناس ربنا بيعملهم كده. خلقتهم كده ابتلاء للأمة وحتى ينفذ قدره سبحانه وتعالى. ففي ناس كده، فنسأل الله ألا يجعلنا من قدر السوء على الأمة وأن ينفعنا وينفع بنا الناس، لأن ربك سبحانه وتعالى إذا أراد أن يضر الناس يجعل شر الناس يضر بهم الناس. فدي المشكلة. لكن هو الله سبحانه وتعالى هو الفاعل من وراء كل شيء. مش الأمريكان الإنجليز يا ابني، ده الأمريكان ما كانش لسه ليهم وجود في الفترة دي. ده سنة 1710. أمريكا كانت فين دي؟ ده كان اكتشفوها، كان كريستوفر كولومبوس ظهر إمتى دي؟ اكتشفوها إمتى؟ 1493. يبقى كانت أمريكا لسه بقى منهكة في حروب داخلية، ما كانش لسه ليها وجود في الفترة دي، لأن قعدوا يجي 300 سنة يتخانقوا مع بعضهم ويبيدوا الهنود الحمر، قعدوا شغلانة طويلة لحد ما ابتدوا يفوقوا لنفسهم. هم فوقوا لنفسهم وابتدوا بعد كده يكوشوا على العالم. كان في الفترة دي اللي مسيطرة على العالم سيطرة وليها نظرة فاحصة كانت انجلترا، ويليها بعد كده البرتغال وفرنسا واسبانيا اللي هم كان ذكر فيها حاجات زي دي كتير. اصل دي مش جاية من جهة واحدة، ده تعددت الطرق مش من طريق واحد علشان نقول ان دي مثلا فرية. لا وبعدين احنا حتى لو ما قلناش بلاش بلاش اي مذكرات، انظر للحركة الوهابية كده لوحدها كده طلعت
ايه الفائده اللي عدت على الامه منها؟ لا فائده على الاطلاق. ولا يعمل احد من خير السلفيين او الوهابيين في المجتمعات اللي هم مين قال؟ هم اللي تعبانين وهم اللي بيفتنوا الدعوه، ده هم اللي بيفتنوا الناس. في بعض المسائل اللي انتم مش واقفين عليها طبعا. لا لا، ده مسائل مش قليله اصلا، مسائل متعلقه بصفات الله، مسائل متعلقة بتوقير رسول الله، ومسائل متعلقة بان هم بيجروا الايات اللي نزلت في الكفار في عوام المسلمين فكفروا المسلمين، فكفروا المسلمين. بس ما كانش ليها بقى الدعاء ده، كانت كلها في مجالس العلم على الكتب، لكن ما كانش تنبني عليها تكفير الناس في الشوارع، ويكتبوا في الشوارع يقول لك اين الله في السماء، وياخد حديث الجارية ويخلي الناس تعبد الله بالجهة، ويقول لك ما تقولش سيدنا محمد، قول محمد ابن عبد الله، ويقول جلالة الملك. حاجات غريبة. لو قلنا جلالة رسول الله يقول علينا مشركين، وفي الملك بتاعهم يقول لك جلالة الملك. يحتفلوا بميلاد آل سعود ولا يحتفلوا بميلاد النبي لأنه بدعة، ويحتفلوا بميلاد آل سعود، ويخلي المسلمين يقول لك على المصريين عباد البدوي وزينب، طلعوا المصريين كده وقطعوا طريق الحج 3 سنوات عن المسلمين علشان قالوا ان دول مشركين بيزوروا القبور، وبقوا يوقفوا ناس يطخوهم بالرصاص في طريق الحج 3 سنوات. اقرا التاريخ عشان تعرف الحركه الوهابيه دي عملت ايه. انت نفسك مش ما قريتش التاريخ، انت ما كنتش لسه اتولدت ولا ابوك حتى كان اتولد، لكن اقرا التاريخ علشان تعرف. وليه محمد علي بعت ابنه ابراهيم؟ عشان يفتح طريق الحج. ومحمد علي كان شيخ يعني يعرف حاجات زي دي، ولا كان شيخ ولا كان دارس في الازهر؟ ايوه، ما هو اصل شوف هقول لك حاجه، وراء كل سلاح وازع ديني، حتى ان الحروب الصليبيه نفسها كان وراءها قساوسه في اوروبا هي اللي بتحميها. فاي حرب لازم يكون وراءها وازع ديني، سواء كان هذا الوازع صحيح او باطل، لكن لازم يبقى فيها وازع ديني. عشان ليه البني ادم يروح يموت نفسه؟ لازم يموت نفسه من اجل هدف، ولا يكون هدف الا ديني، والتدين اصله فطره في الناس، فبيستغلوا هذه الفترة في الصليبيين يبعتوهم يحاربوا ويموتوا هنا من وراء، والقساوسة وراهم يحموهم يقولوا لهم انتوا كده الخلاص وكده الجنة وكده، علشان تقابل سيدنا المسيح وهو فرحان بيه، يقوم يبقى عنده الوازع الديني. وكذلك فأي قتال بيحصل لازم يبقى فيه وازع ديني. آل سعود كان عايز ياخد الأراضي الحجازية ليه، فكان لازم يبقى فيه وازع ديني عشان يجمع الناس تقاتل معاه. فالوازع الديني ده كان بيحمي مين؟ الاتجاه الوهابي، اللي هو بيقول له اهل البيت ما لهمش لازمه وزي سائر الامه، واشمعنى يعني الحجاز يحكمها القرشيين وانت وناس من نجد، واخد بالك، ما يجراش حاجه. والرسول قال يا فاطمه اعملي ما شئتي اني لاغني عنك من الله شيئا، ويلبسه على الناس. لازم يبقى فيه وازع، اصل هي حكايه كده. وبعدين هم الحقيقه يعني احنا جربناهم، هم ليهم شؤم، جربناهم والله يعني من غير حاجه، يعني هم ليهم شؤم، لا يوجدوا في مكان وتنزل البركه. وكان الشيخ محمد زكي ابراهيم كان يقول رحمه الله لا يقولون امين في دعاء ويستجاب. او دي بالتجربه، ده كان راجل ولي، كان راجل ولي، ده باعتراف اهل عصره، كان يقول كده بالتجربه، الناس شافت يعني جربت وعرفت. وكان يقول لهم اوعوا لما اموت واحد منهم يصلي عليا الجنازه، اوعوا تفحصوا اللي موجودين، كان يقول لهم كده والله، يعني ربنا ينجينا وينجيهم هم من انفسهم وينجينا جميعا معاهم. واحنا على فكره ما بنكرهش المسلمين والله، ربنا يعلم، احنا كل هدفنا، انا والشيخ سيد حتى لو اختلفت معاه وكلكم، احنا كل هدفنا ان احنا نرجع نبقى قلب واحد تاني، وكلنا نلتف حول نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلنا نبقى في الجنة. الجنة واسعة ورحمة ربنا واسعة تسعنا كلنا، هو هدفنا مش نشهر ببعض، لكن هدفنا وانا نحذر من اهل البدعة، ونحن مشفقين على اهل البدعة من بدعتهم، في نفس الوقت مش بنتشفى فيهم، والله لا يوجد اي تشفى، ونشهد الله على ان في قلوبنا لا يوجد اي تشفى. لا 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 والله، والله ما في اي تشفى. وبقول لك وفي من الصوفية برضو ناس ضلالية، انا ما انا بقول لك ما كل طائفه فيها الصح وفيها الغلط. وعلشان كده الشيخ هو الاستاذ عبد الكريم القشيري لما الف لنا الرساله دي الفها ليه؟ ما هو الفها علشان ان في ناس مشيت في سلك التصوف وهم ضلاليه، فخاف ان الناس تشوه الطريق والناس يفتكروا ان التصوف هو الضلال ده،
فراح مألف الرسالة دي عشان يضبط الأفكار. ما هو التعميم صح كده، غلط التعميم صح، احنا لا نعمم، بل بالعكس احنا ضد من يعمم. لكن انا بقول لك ان احنا بنقول الفكرة غير المفكر، الفكرة دي خطأ، لكن ملناش دعوة من يعتقدها. يعني في فرق بين المعصية والعاصي وبين البدعة والمبتدع. المبتدع احنا نبقى مشفقين عليه، لكن احنا نحذر من بدعته وبندعي له وبنحبه واخونا، ولو مات هنصلي عليه وهنقول الله اللهم اغفر له اللهم ارحمه، انه كان يشهد بانك لا اله الا انت وان نبيك عبدك ورسولك فاغفر له يا رب. مش بنعمل كده؟ كنت طول عمر المسلمين بيعملوا كده، لكن هم للاسف اتربوا على طريقه، واخد بالك، ما تستشعرش عندهم الشفقه دي الا عند المسلمين. طب انا هقول لك حاجه، من 3-4 ايام في المعصره، في المعصره اللي جنب حلوان، جامع هناك الناس يقولوا عليه جامع السنية. انا عرفت القصة دي من مين؟ من الست اللي بتيجي تنظف لنا البيت، ساكنة في المعصر، جاية بتقول للدكتورة، هو يا دكتورة حلاوة المولد حرام؟ هاي دي ست بسيطة. قالت لها لا، ايه اللي حرامها، دي حلاوة. قالت لها ده جامع السنية، وقف 2-3 لموا العيال هناك الشباب وقالوا لهم يلا نمنع المنكر ونطلع من الجامع. طلعوا من الجامع كسروا كل نصبات حلاوة المولد اللي في الشارع، وخربوا بيوت الناس اللي جايبين فلوس قد كده، لدرجة ان جه البوليس ولم العيال دي على الباطل على العام، ومنهم 3-4 مرميين في المستشفى حالتهم خطير. طب ايه رأيك التفكير ده بقى؟ ما ايوه، وانا هي الست تعرف ايه، دي ست بسيطة، دي هي حاجة تتألف. لا يا اخي، لا لا يا اخي، انا بقول لك اهو في المعصره، روح اسال بقى اهو في المعصره، يقول لهم ان ده بدعه وبتاع. هل مثلا فعلوا ذلك في محلات الخمر؟ وان كان لو فعلوا ذلك يبقى غلط، لانه افتئات على الحكم مثلا. فانا بقول لك هم مخهم يعني عجيب، يقول لك ده بدعه وضلاله. طب انا هقول لك حاجه، سيدنا عبد الله الصديق الغماري، واخد بقى، انا بقى حضرت له وسمعت منه هذه القصه، بيقول انه كان بيصلي في احد المساجد في مصر، فقام الراجل على المنارة بعد ما أذن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قام واحد من السنية اللي هم كانوا يقولوا على الجماعة الوهابية زمان السنية، فقام واحد من السنية دول قام قال إيه، والشيخ عبد الله سمعها بأذنه وهو حكاها لي ويشهد الله، بيقول إيه، شوف الكافر بيصلي على النبي بصوت عالي بعد الأذان، شوف الكافر. إيه رأيك بقى؟ أستاذ عبد الله بقى ده هيبقى مش مصدق، دي حاجات حصلت، حاجات حصلت واقع، لان في ناس مخها ضيق، واخد بالك. ما انا بقول لك ان هذا الفهم العقيم بينتج لك الفكر العقيم ده، بينتج لك في الاخر الفكر العقيم ده. فنسال الله السلامه. ايوه، لان بقى برضو دلوقتي من الهدف من اهداف الامريكان واعداء الاسلام ان يقضوا على هذا الفكر برضو، لانه ادى المهمه بتاعته، فأدى المهمة بقى له. أيوه، هي أدى المهمة بتاعته خلاص. هي شوف أدت مهمتها المطلوبة، وهي أنها ضيعت عمر المسلمين على مدى 300 سنة في مناقشات جانبية، وضيعت وقت أنا والشيخ سيد. كان الشيخ سيد زمانه قرا له جزئين قرآن، وكان زمان أنا صليت لي 20 ركعة وعملت لي عمليتين الاثنين عيانين، لكن ضيعنا احنا وقتنا ازاي في المناقشات. هو ده كان هدفهم على فكرة، تضييع وقت المسلمين في مناقشات جانبية سفسطة لا تصل الى اي شيء، الا انها تبذر العداوة بيننا، لان في ناس صدرها سمح يبقى مختلف معاك ويحبك برضه، وفي ناس تاني لو اختلف معاك يكرهك. فهم بالطريقة دي وصلوا الامة لناس بتكره بعضها، وناس مختلفة وبتسامح بعضها، وناس بتضيع وقتها في مناقشات سفسطه ملهاش معنى، واخد بالك ازاي؟ فدي برضو مقصوده، كل ده شيء مقصود. قال ابو حفص المعاصي بريد الكفر كما ان الحمى بريد الموت. وقال ابو حفص اذا رايت المريد يحب السماع فاعلم ان فيه بقيه من البطاله. يعني الانسان في بدايته احيانا يحتاج الى بعض الشعر، بعض الامور كده، الكلام اللي فيه نوع من النغم علشان يستشعر الوجد والحضور. فبيقول لك دي حال المبتدئين قوي،
لان المبتدئ ده اللي علشان يستحضر وجده وحضوره في الذكر محتاج السماع ده، فيبقى لسه عنده بقية شهوة ودنيا لسه ما تأدبش، يبقى لسه ايه فيه بقية من البطالة. اما الانسان العارف الواصل فهو في حال مع الله في كل لحظة وفي كل وقت، لا يحتاج الى السماع اصلا. يبقى السماع دي وسيلة بيحتاجها الانسان في الطريق الى الوصول الى المعرفة، لكن العارف خلاص بيستغنى عنها ما يحتاجهاش. هو مش معنى كده يقول لك ما تسمعش، لا، بس بيكشفك بيعرفك انك انت لسه في ابتدائي، انت لسه في الحضانة، ده انت لسه في ثانوي لكن لسه ما تخرجتش. لكن مش معنى كده ما تسمعش، لا اسمع ما يجراش حاجة، ان شاء الله تسمع الرعد ما يجراش حاجة، بس تقول سبحانه تسبح لما تسمع الرعد. قال وقال مثلا البخل ترك الايثار، ترك الايثار عند الحاجه، من كلامه كلام جميل قوي. البخل، احنا البخل ايه عندنا؟ البخل انك انت ما ترضاش تنفق على نفسك او على اهلك الحاجه اللي هي مش ضروريه قوي، يعني تجيب لاولادك الاكل لكن ما تجيب لهمش فاكهه، يبقى اسمك بخيل شويه، لان نفسهم ياكلوا فاكهه برضه، والفاكهه مش ضروريه، تقول يعني هم هيموتوا يعني لو ما اكلوش فاكهه، يبقى ده نوع من البخل. لكن هو البخل عنده حاجه تانية اعلى بقى، ده قال البخل وانك انت لا تؤثر غيرك وانت محتاج، هو ده بقى البخل، يبقى ده حاجه مقام عالي خالص، ده يسموه الفتوه عند اهل التصوف، يسموه الفتوه. يبقى الغير ليس من ليس عنده فتوه يبقى بخيل عنده، هو ترك الايثار عند الحاجه. يعني تبقى انت مثلا بتاكل وجعان وغيرك فقير تروح مديله اكلك. شوف سيدنا علي وستنا فاطمه لما كانوا صايمين وما عندهمش الا طعام افطارهم بس، في وقت الافطار طرق الباب عليهم مسكين، راحوا خدوا الاكل ودول وطووا، تاني يوم صاموا وضبوا يا دوب على قد، جاء تاني، واخد بالك ازاي؟ وربنا سبحانه وتعالى انزل فيهم قران. ايوه، فدي هي دي بقى البخل بقى، هو ترك الايثار عند الحاجه. مش انما لما تعطي وانت مش محتاج، طب ما ده عادي، ما هو ده زياده عندك، ما ظهرش الكرم. فهمت ازاي؟ ما انت عندك الزياده، بتطلع الزياده اللي فايض. طب والكرم؟ هو عرف لك البخل، شوف الكرم عنده، اصل انت بتعرف مقام العارف من كلامه، من احساسه بالمعاني دي تعرف مقامه ايه. هو يرى ان البخل ترك الايثار عند الحاجه. طب ويرى الكرم ايه؟ الكرم هي ترك الدنيا لمن يحتاجها والانشغال بمن تحتاجه. شفت بقى ده الكرم بقى صحيح. فين طلاب الدنيا؟ عايزين اخده تتركها لهم، هو ده بقى الكرم، تتركانهم خالص وتنشغل بمين؟ باللي انت محتاج له. انت محتاج لمين؟ لربك، فانشغل بربك، يبقى هو ده الكرم. وقال حسن ادب الظاهر عنوان حسن ادب الباطن، يعني تشوف الانسان في ظاهره اخباره ايه، في ظاهره مؤدب مع الشرع، يعني ماشي مع الشرع في ظاهره، إن كان متأدبا في الظاهر مع الشرع الشريف يبقى ده دليل على حسن باطنه، لأن الظاهر مرآة للباطن والباطن مرآة للظاهر. لقول النبي، جابوا الكلام ده منين؟ زي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إذا خشع قلبه خشعت جوارحه، لما شاف واحد بيصلي بيتحرك كتير، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا خشع قلبه خشعت جوارحه، يعني حسن الباطن يظهر على الجرح. فهو ترجم لك هذا الحديث بقى بواقع، وعشان كده الرسول كان يقول ان في الجسد الى مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. وقال الفتوه اداء الانصاف وترك مطالبه الانصاف. اداء الانصاف يعني تدي للناس اللي هم عايزينه، كل واحد تدي له حقه وانت تتنازل عن حقك.
هي دي بقى الفتوانة صحيح، مش الفتوانة كرسي في الكولب وتقلب الدنيا ضلمة زي فريد شوقي. دي أسهل حاجة، دي أسهل حاجة. الفتوانة الظاهرة ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أداء الفتوة إيه هي؟ أداء الإنصاف، يعني تدي للناس حقوقها، ما تاكلش على حد حق. وأنت ما يبقى لك حق عند الناس ما تطالبش بيه. تسيبه لهم كمان، إيه ده؟ ده حاجة عالية. اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سأل سيدنا جبريل. فهم سيدنا جبريل قال حتى أسأل رب العالمين. فلما سأل رب العالمين وعاد لنبينا قال أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك. هي دي الفتوى نزعي، هي دي الفتوى، تعطي من حرمك. يبقى انت هنا هو حرمك، حرمك حقك، لكن انت تعطيه، يبقى ما طلبتش منه الانصاف لكن اعطيته الانصاف. شفت بقى الشيخ بيعرف لك كلام النبي بس باسلوب اخر هو حسه. عشان كده الاولياء تلاقي علمهم علم موافق للشرع الشريف في المعنى، مخالف له في الالفاظ، لانه بيحكي لك المعايشه، بيحكي الحاجه اللي عايشها، مش حاجه حافظها زينا وقاعد يسمعها، لا ده حاجه هو عاشها. فما تلاقيهوش ملتزم بالفاظ محفوظه، لا ده بيقول. وعشان كده تفاجئ ان كلام الاولياء كلام يدخل القلب. ليه؟ لانه خارج من قلب عانى وعاش هذا المعنى، فلما يخرج تحس ان هو خارج فعلا مؤثر. يعني هو كلامه ده فعلا يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان تعطي من حرمك، تصل من قطعك، تعفو عن من ظلمك. صح، هي دي الفتوة، هي دي الفتوة. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت ابا الحسن محمد بن موسى يقول، سمعت ابا علي الثقفي يقول، كان ابو حفص يقول: من لم يزن افعاله واحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا نعده في ديوان الرجال. كلام حلو، كل الناس تتفق عليه، حتى الوهابية يتفقوا عليه. ليه بقى زعلانين من الصوفية؟ لأن هم شافوا شوية عالم دجالين افتكروا إن هي دي الصوفية، فقعدوا يهاجموا الصورة اللي في ذهنه. هو بيهاجم صورة معينة في ذهنه. واحد واقف يقول لك فتح عينك تاكل ملبن وماسك المرجيحة في المولد، واخد بالك إزاي؟ وفرحان بالولي. فيقول أه شوف الصوفية؟ لا الصوفية مش كده. مش موافقين على كده الصوفية. أهو شوف الصوفية بيقولوا إيه؟ بيقول: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ويتهم خواطره، يعني حتى لو فتح عليه بإلهام وكان هذا الإلهام مخالف للكتاب والسنة يتهم. وأنت سمعت قول بعد العارفين السابقين قالوا إيه؟ كلما جاء لي خاطر من إلهام لا أفصح به حتى يشهد عليه شاهدي عدل، القرآن والسنة. شفت الجمال؟ ايه رأيك في الجمال ده يا شيخ سيد؟ كل الناس تتفق عليه، كل الناس تتفق عليه. يبقى لما بيختلفوا الناس بيختلفوا ان كل واحد بيعترض على مفهوم في ذهنه. عارف لو وحدنا المفاهيم هتلاقي الأمة كلها متفقة، والله هتجد حتى الوهابية اللي هم زعلانين مننا لو فهموا احنا بنتكلم على ايه مش هيزعلوا مننا. نوحد الأول المفهوم والخطاب الاثنين، لأن احنا ساعات نقول الكلمة هو فاهمها بمفهوم مختلف عما نقوله نحن. احنا نقول احنا بنتوسل بالنبي يقول لك الوسيلة شرك، يا ابني الأول نعرف معنى الوسيلة ويعني ايه السبب ويعني ايه ويعني ايه، نبتدي الأول نعرف، وبعدين لما نعرفها تلاقي في الآخر لما أقول لك نتوسل بالنبي تقول لي أنا موافق، طالما المعنى ده أنا موافق، لكن هو فاهمه بمعنى آخر. فهمت ازاي؟ وحد الخطاب، وحد اللي خلق. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لك هنا في الهامش احنا قرينا اللي في الهامش، بيقول: ومن كلامه الزاهد حقا لا يذم الدنيا ولا يمدح ولا ينظر اليها ولا يفرح بها اذا اقبلت ولا يحزن عليها اذا ادبرت. يعني كأن الدنيا ملهاش اصلا وزن في قلبه. ها؟ ايوه، مش ملوش نظر في الدنيا. وسئل عن التوبه فقال: ليس للعبد من التوبه شيء،
لأن التوبة إليه لا منه. يعني لئن توبوا تاب الله عليهم ليتوبوا، يقصد التوبة النصوح، إن التوبة لا تكون نصوح إلا إذا تاب الله عليك، فإذا تاب عليك تتوب ما ترجعش تاني للذنب. يبقى هنا المفهوم، المفهوم كده متفقين عليه، وحدنا الخطاب الحمد لله. أبو تراب عسكر ابن حسين النخشبي، النخشبي صاحب حاتما الأصم وأبا حاتم العطار المصري، مات سنة 45 و200. ده بيقول لك حج 55 مرة، وقف على عرفات 55 مرة. شفت بقى؟ يعني احنا الوقت كل 5 سنين تاخد تأشيرة عشان تحج 55 مرة، عايز تعيش كم سنة؟ شغلانة طويلة بقى، اضرب في 5 عشان تاخد تأشيرة كل 5 سنين. لكن هم كانوا زمان على طول كل سنة ياخدين السكة قياس. بعضهم أهل خطوة. يعني خط كده خطوة يبقى هناك. مفيش أشيرة. ربنا يكرمه. ما أنت لما تبقى من أهل الخطوة مش هتبقى فيه تأشيرة بطل. أعوذ بالله من الشيطان. بيقول لك في احدى الحجات اللي كان بيحجها سيدنا عسكر ابن حسين اللي هو ابو تراب، هو اشتهر بابي تراب بكنيته يعني، كان بيحلق شعر في حجه من الحجات، فكان بقى مشهور انه راجل عالم من الصالحين، فعدى امير من الامراء كده في موكب في الحج، فبيقولوا له شايف اللي بيحلق ده؟ هو ده بقى ابو تراب اللي احنا بنكلمك عليه من زمان. ففرح بيه قوي، فراح مديله 1000 دينار. شوف 1000 دينار في الزمن ده يعني حاجة ضخمة جدا. فقام بص لها كده قال له اعطيها أجرة للميزان. فقام راح مديها للميزان، قام الميزان قال له لا مش عايزها، أنا عايز أحلق له ببلاش. فشفت الناس كان زمان إيه، ما عندهاش تشوف للدنيا. راح الراجل حطها في جيبه تقول ماشي، ملقاش حد ياخدها. لو إحنا كنا واقفين كنا اقتتلنا عليه. لكن شوف الناس كانت حاجة ثانية، كانت حاجة مقام عالي ثاني، يعني نظرتهم للدنيا دي مختلفة. سئل عن التوكل، شوف بيسألوه عن التوكل، احنا بقى لو سألونا عن التوكل اللي مضى شغال اقعد اتكلم ساعة، ويمكن انت مش متحقق بيه اصلا، لكن الكلام سهل، عيشه بقى. فهو عشان عيشه قالوا على طول. بيسأل عن التوكل فقال الله الذي خلقكم ورزقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، بس هو ده التوكل. لما تعرف ان ربك هو اللي خلقك، هو اللي هيرزقك، هو اللي هيميتك، هو اللي يحييك، خلاص بقى عايز ايه تاني؟ شوف التوكل، الايه بنقراها كل يوم وكل لحظه، وزعه القران الكريم شغاله، وكل ما تخلص البطاريه بتاع الراديو نجيب بطاريه، وكل مش شغالين. لكن كيف نتحقق بهذا الا ان يحققنا الله بتوفيقه وفضله، فربنا ينفعنا ببركته. وقال ابن الجلاء صحبت 600 شيخ ما لقيت فيهم مثل 4، اولهم ابو تراب النخشبي. قال ابو تراب الفقير قوته ما وجده، ولباسه ما ستره، ومسكنه حيث نزل. يبقى ما عندوش يعني تعلق بشيء. الفقير، الفقير يعني الى الله، ياكل ايه اللي يلاقيه، ويلبس ايه اللي يستر عورته، وينزل فين حيث نزل، اما يلاقي العليل الليل يبات وخلاص زين، يعني ما عندوش تعلق خالص، زي حيث اقامه الله هو راضي. وقال ابو تراب اذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل أن يعمله، يعني إذا صدق عزمه، إذا صدق عزمه في العمل الصالح، لأن يعمل العمل الصالح سواء كان قولا أو عملا أو أي شيء أو حالا، يجد حلاوته قبل ما يعمله. ليه؟ لأنه عنده صدق. فإذا أخلص فيه وجد حلاوته ولذته وقت مباشرته الفعل، فيستمر فيه بقى. يبقى الصادق اللي عنده صدق عزم يجد حلاوة الشيء قبل ما يشرع فيه، فإذا أخلص فيه وجد حلاوته أثناء مباشرته فيستمر في الطاعة.
فنسأل الله الصدق والإخلاص. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت جدي إسماعيل بن نجيد يقول: كان أبو تراب النخشبي إذا رأى من أصحابه ما يكره زاد في اجتهاده وجدت توبته، ويقول: بشؤمي دفعوا إلى ما دفعوا إليه، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كان بيعتبر أي بلاء وأي تقصير يحدث في تلامذته ده بسبب قلة همته هو وعزمه مع الله، لأن تملي العزم والهمة معدية. فإذا كان عزمه قوي وعمله كامل هتجد تلامذته يكون عزمهم قوي وعملهم كامل، فأول ما يلاقيهم عندهم فتور يقول ده بسببا، يقوم يجتهد هو أكثر، مش يلومهم، لا يجتهد هو، يلوم يتنبل، لا يقول أنا اللي تنبل، ويجتهد أكثر ويقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. قال: وسمعته يقول أيضا لأصحابه: من لبس منكم مرقعة فقد سأل. يعني ما تلبست بقى ثوب يعني كده مبهول وكأن حالك، بيقول لله: أعطوني يا محسنين، لا يظهر كده في مظهر فيه استغناء. بس انت من شوية بيقول لك: ولباسه ما ستره، تفتكر ان يدوب بقى يلبس كده شوال خيش ويربطه من فوق ومن تحت وخلاص، لا هو ما يقصدش كده بقى، هو يقصد تلبس ما يمنع حالك ان تظهر في صورة السائل حتى تكون مستغنيا بالله عن الخلق. من لبس منكم مرقعة فقد سأل، ومن قعد في خانقاه او مسجد فقد سأل. قاعد طول النهار في الجامع، الناس تروح ترجع تلاقيه هو نفسه في الجامع، يقول له: يا سلام، ايه الصلاح ده والحلاوه دي؟ يا عم الشيخ انت مش عايز حاجه نديها لك؟ يا عم الشيخ ادعي لنا. يجي طالع يدوا له حاجته، يجي شايل حاجه في السوق يشيلوها منه، يبقى هو كده عايز الشهره بقى، يبقى كانه سأل الشهره، سأل الناس. لا، انت حاول تخفي حالك الاحسن. ومن قعد في خانقاه او مسجد فقد سأل، ومن قرأ القرآن من مصحف أو كيما يسمع الناس فقد سأل. يا سلام، أول ما يركب يفتح المصحف، كل ما أو إذا كان حافظ شغال هو في مخه الناس، وأنت بتشوف النوعية دي كتير يعني موجودين في كل حتة، يبقى برضه ده بيسأل، مع إن هو ما بيمدش إيده لكن بحاله بيسأل، بحاله كأنه بيشحت. لا، أنت لا تقف إلا على باب ربك ولا تقف على باب الخلق. قال: وسمعته يقول: كان أبو تراب يقول: بيني وبين الله عهد ألا أمد يدي إلى حرام إلا قصرت يدي عنه. زي سيدنا مين اللي كنا بنقول عليه؟ سيدنا بشر الحافي. سيدنا بشر الحافي كان برضو أول ما يمد إيده على حاجة حرام كده، إذا كانت حرام خالصة يتهزله عرق في صباعه كده، يعرف عزوه يقوم يبطل، ولو كانت حرام شبهة يوم يبتدي يندغها يلاقي نفسه مش عارف يبلعها، روح تفتح. علامات كده ربنا مديها له، ليه؟ لأنه سأل الله وإنه يتحرى الحلال، فربنا يصدقه. ونظر أبو تراب يوما إلى صوفي من تلامذته قد مد يده إلى قشر بطيخ وقد طوى ثلاثة أيام، فقال له أبو تراب: تمد يدك إلى قشر البطيخ؟ الزبالة، بتاخد الزبالة، فين الهمة العالية؟ ده انت بقيت 3 أيام ما بتاكلش، تفطر على زبالة؟ يعني همتك عالية من جهة وتوطي همتك في جهة تانية؟ هو بيربيه هنا. تمد يدك إلى قشر البطيخ، أنت لا يصلح لك التصوف، إلزم السوق. كرش، هو يقصد يكرشه ليه؟ عشان يرده للهمة العالية، لانه يعرف ان همته عاليه بس شهوه نفسته جت غلبت، شهوه نفسه غلبته، فلما لقى عنده بقيه تطلع لبقايا الدنيا في ايدي الناس فقال له: لا انت كده مش هتنفع بقى معانا، روح السوق. وهو عارف ان هو مش هيرضى، يبقى هو بس بيكشفه قدام نفسه.
سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا العباس البغدادي يقول، سمعت أبا عبد الله الفارسي يقول، سمعت أبا الحسين الرازي يقول، سمعت يوسف بن الحسين يقول، سمعت أبا تراب النخشبي يقول، ما تمنت نفسي علي شيئا قط إلا مرة واحدة. يعني منذ إيه؟ لما تمنت نفسي عليه شيء منذ أن أخذ رياضة نفسه بمخالفته إلا مرة واحدة. تمنت علي خبزا وبيضا، عايز سندوتش بيض. شغلانة دي سهلة، نروح نجيب ايه شغلانة، انت تبقى محتاج سندوتش وانت تروح تجيب 10 سندوتشات على طول، تسارع تسارع في الاكل ولا تسارع في الخيرات. فدي لكن هم عندهم حاجة تانية، هم حرموا يعني الخبز والبيض، ما حرموهوش، لا ده هو بيهذب نفسه، هو يريد انه يهذب نفسه. زي سيدنا عمر بن الخطاب لما لقوه مرة، ما عرفش مدى صحة هذه القصة، يعني الشيخ سيد يمكن يعرف صحتها او لا، فما عرفش، انه لقوه مرة بياكل ملح، بيقرش ملح، فسألوه قال حدثتني نفسي بسكر فأتيت إليها بملح، بالعكس يعني. فهي يعني نوع من باب مخالفة النفس، نوع من مخالفة النفس. فهو بيقول ما تمنت نفسي علي شيئا قط، يعني منذ أن أخذت على نفسي مخالفتها في شهوتها إلا مرة واحدة، تمنت علي خبزا وبيضا وأنا في سفر، وكان في سفر، فلقى نفسه هو قرب قرية كده يعرف واحد فيها، قال والله لما أنزل كده عدي عليه أكل عنده يمكن شوية بيض وعيش كده وبعدين أكمل سفر. فعدلت عن الطريق إلى قرية فوثب رجل وتعلق بي وقال كان هذا مع اللصوص. افتكروا ايه؟ ده حرامي هو داخل القريه، فواحد راح ناطط عليه ماسكه قال الراجل ده كان مع اللصوص، فبطحوني وضربوني 70 خشب. ده دليل ان هو يعني ايه، ما قال لهمش انا بريء ولا حاجه، ده هو اعتبر ان ضربهم ده ربنا بعتهم ليه يهذبوه علشان مشي مع شهوته، فاستسلم لقدر الله بقى، قال اتأدبي يا نفسي، مش انت عايز خبز وبيض؟ اشربي بقى. فبقى مستسلم للضرب، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، هو اعتبر ان الفاعل هو الله. يعني هو نظرته مش بيبص للناس، ده بيبص لحاجه ثانيه. هو عارف نفسه. فبطحوني وضربوني 70 خشبة، قال فوقف علينا رجل صوفي فصرخ، في معدي مين؟ صاحبه اللي كان رايح له، عارفه. لا الناس قاعده بتضرب في واحد دخل بالنص، لا هو ده صديقه. قال لهم ايه ده؟ ايه ده؟ ويحكم هذا ابو تراب النخشبي، هم عارفين اسمه ويعرفوا الشكل. فخلوني واعتذروا الي، وادخلني الرجل منزله، وقدم الي خبزا وبيضا من غير ما فقلت كلها بعد 70 جلدة. بيقول لنفسه بقى، يبقى هو خلاص نفسه اتكسرت بقى، فبقى ياكلها تطيبا لخاطر ضيفه، لله بقى مش بياكلها لنفسه. ال70 جلدة دي كسرت نفسه، فما بقاش ياكل الخبز والبيض لشهوة نفسه، ده ياكلها تطيبا لخاطر ايه؟ لخاطر ضيفه. يعني ابى الله له الا ان ياخذ ما يريد طاعة لا شهوة، فنزع منه الشهوة واعطاه ما كان يريد. شوف بقى ربنا معاملته مع الاولياء ازاي، يدي لك اللي انت عايزه برضه، بس يديهولك لا لشهوة نفسك، بعد ما ينزع منك شهوة نفسك ليها يعطيها لك من باب الربوبية، لانه رب رحيم بيك، يديها لك تقوم انت تأخذها من باب العبودية. بعد ما كنت هتأخذها من باب الشهوة كأنك رب نفسك، وربك يريدك تبقى عبد له لا لنفسك. فهي مسألة هامة دقيقة داخل النفس، كلها حاجات داخل النفس لا يدركها إلا اللي ماشيين في السكة. ده في سيدنا سفيان الثوري يقول طلبنا العلم لله فأبى إلا للدنيا فأبى أن يكون إلا له، يعني ربنا حسن نيتهم لسابق توفيقهم، لأن احنا قلنا أن الناس بتدور بين خلق التوفيق والخذلان، فإن كنت أصلا من القبضة الأولى لأهل الجنة فتلاقيك كده موفق على طول، كل ما تحاول حتى تجنح للدنيا ربك يردك، لأن أنت أصلا مقامك مش للدنيا، ده ربنا خلقك لحاجة تانية،
فكل ما ترتكس وتنتكس يروح ربك سبحانه وتعالى رفعك، والتاني كل ما يحاول لانه من اهل الخذلان يرجع تاني، يرجع تاني ده. فنسأل الله ان يجعلنا من اهل التوفيق. وحكى ابن الجلاء قال دخل ابو تراب مكة طيب النفس، جاء مكة ما هو رايح جاي بقى واخد السكة اياس كل سنة رايح حج، فدخل مكة لقوه كده شبعان وشكله كده مبسوط وحاجة يعني طيب النفس ومنشرح، فقلت اين اكلت ايها الاستاذ، شكلك كده واكل تمام وبطنك مليانة يعني. فقال اكل بالبصرة واكل بالنباج واكل هاهن. ده كان يعني خد ثلاث وجبات، وكان السفر من البصرة لحد مكة ياخد له حوالي شهر. ايه ده يعني كان ثلاث وجبات في شهر، ما هو حاجة من الاثنين، يا اما هو قليل الزاد خالص وربنا بيطويله بيقدره على الطي الليالي بدون طعام، او ربنا سبحانه وتعالى بيطويله المسافة. يعني حاجة يا هو اهل خطوة يا هو بقى من اهل الهمة العالية اللي يقدر يطوي يعني يصوم عدة ايام، زي سيدنا ابو الحارث المحاسبي كان بيطوي 40 يوما. ما هو كلما غلبت الروح على الجسد قل طلب الجسد خالص، لدرجة يعني يكفيه شربة ماء كل عدة ايام. لكن اما تبقى الروح حية النفس حية ما تستحملش تبعد عن المية 7 ايام تموت، لان يعني النفس حية. لكن هو اصلا موت نفسه اصلا وحياة روحه، فاصبح الجسد بقى خلاص يطلب اقل الخليل يعيش. بيقول لك سيدنا ابو تراب عسكر بن حسين النخشبي تفقه على مذهب الامام الشافعي واخذ عنه الامام احمد بن حنبل، ومن حكمه من الحكم بتاعته يقول الناس يحبون 3 وليست لهم، النفس والروح وهما لله، والمال وهو للورثه، ويطلبون 2 ولا يجدونهما، الفرح والراحه وهما في الجنه. شوف الحكم، حكم حاجات جميلة توافق الشرع الشريف. يبقى هم مش أهل بقى يعني شطحات ولا حاجة، لا هم أهل علم، لكن علم مع معرفة مع تذوق، ناس عاشوا الحال نفسه، عاشوا الطاعة نفسها، فلما عاشوها ذاقوا أشياء فعبروا عما ذاقوه. هذه المسألة. بيقول بأكتوبر يوجد كثير من الطلبة الخليجيين يقاطعوا المسجد الذي يسمعون منه الصلاة على الحبيب بعد الأذان، لأنه في نظرهم مسجد بدعة، بالإضافة إلى جدل كثير في هذه الأمور. إيه رأيك يا حاج الشيخ سيد؟ أهو الشيخ سيد الحمد لله بيقول أخطأوا، جزاه الله خير. أخطأوا، هاي الإجابة، أخطأوا. وبعدين هقول لك حاجة، اللي قلبه يقشعر من سماع الصلاة على الحبيب اعرف ان وجوده في المسجد شوق، على رأي سيدنا الشيخ محمد زكي ابراهيم، فيروح جامع تاني يحل عننا، خلينا نصلي بقى بحلاوة. هو برضه هيروح يصلي بحلاوة برضه بطريقته، واحنا هنصلي بحلاوة بطريقته، والحكاية سهلة وما تغصبش على حد، يعني صاحب السؤال ما يغصبش على حد. بركة يا جامع. صاحب هذا السؤال الطويل نصف له صيام 3 ايام من كل شهر عربي، وانه لا يحتك بالناس لمدة 3 اشهر الا في الصلوات، واذا سئل لا يجيب. سهلة؟ صاحب هذا السؤال هو يعلم نفسه، يصوم 3 ايام من كل شهر عربي متتالية او متفرقة حسب ظروفه براحته، ولا يجادل احد، وإذا سأله أحد حتى في مسألة هو يعرفها يقول اسأل الشيخ.
وتنه مروح ويواظب على الصلاة في المسجد. خلاص هو يعرف نفسه صاحب السؤال. الفاتحة لسيدنا أبي تراب عسكر بن حسين النخشبي، لأننا مذهبنا أن القرآن ثوابه يصل للميت خلافا من لم يجيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سيدنا أبو محمد عبد الله ابن خبيق من زهاد المتصوفة صاحب يوسف بن أصباط، كان كوفي الأصل ولكنه سكن أنطاقية من الشام. أنطاقية دي بلد في الشام. بيقول لك بيقول للناس، بيوجه كلامه للناس، بيقول له أنت لا تحسن، لا تطيع من أحسن إليك، فكيف تحسن لمن أساء إليك؟ شفت الجمال؟ هو بيحطك قدام وجهه كده مع نفسك. حاجات أنا بابا محضرها من بره. بيقول إيه؟ أنت لا تطيع من أحسن إليك، يعني ربك ورسولك، لا تطيع من أحسن إليك فكيف تحسن لمن أساء إليك؟ إذا كان أنت المطلوب أصلا أنك أنت ترتقي إلى الإحسان لمن أساء إليك، كيف تصل لهذه المسألة وأنت لا تطيع من أحسن إليك من الأول؟ يبقى عشان تمر بالمرحلة الثانية دي تصل إليه لازم تمر بالمرحلة الأولى، أن تطيع من أحسن إليك أول، ثم بعد ذلك ترتقي إلى أن تحسن لمن أساء إليك. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا الفرج الورثاني يقول، سمعت أبا الأزهر المايفارقيني يقول، سمعت فتح بن شخرف يقول، حدثني عبد الله بن خبيق أول ما لقيته فقال لي يا خراساني إنما هي أربع لا غير. بيجمع همته بقى عايز يلخص له المسألة كلها. إنما هي أربع لا غير، عينك ولسانك وقلبك وهواك، هم دول الحاجات اللي انت هتراقبهم في طريقك إلى الله. عينك ولسانك وقلبك وهواك، فانظر عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحل، وانظر لسانك لا تقل به شيئا يعلم الله تعالى خلافه من قلبك، وإلا تبقى كذاب بقى، داعي ما تقولش حاجة إلا وإنت شاعر بيها بمعناها وعايشها، وإلا يبقى بتدعي ما ليس فيك. وانظر قلبك لا يكن فيه غل ولا حقد على أحد من المسلمين. اوعى تكره الوهابية يا جدعان، لا والله بكلمك جد، والله بكلمك جد، اوعى تكره من يخالفك في مذهبك، اوعى، هتلاقي ينزع بركة كثيرة وهتحرم بركة كثيرة في الطريق إلى الله. لا 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 ما تكرهوش، لا تجادله ولا تكرهه، اوعى تكرهه، خلاص ما تكلموش ما يجراش حاجة، لكن ما تكرهوش، أصل الكراهية غل، والقلب اللي فيه غل يبقى قلب فيه شهوة. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الشق الأولى، وكان صبي عند ستنا حليمة، عنده سنتين وأشهر، شق صدره الشريف وأخرجوا علقة سوداء وملأوا حكمة وإيمانا، وقالوا هذا حظ الشيطان منهم، وقلنا أنها ليست حظ الغواية ولكن هي حظ الرحمة للشيطان من قلب النبي، لأن النبي رحمة للعالمين والشيطان دخل في العالمين، فلما طرره الله من رحمته، فلما تعينت رحمة الله وظهرت في سورة النبي أراد أن يطرده من الرحمة بعد تعينها كما طرده من الرحمة قبل أن يكون لها تعين، فأخرج حظ الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وهو طفل. ثم تكررت حادثة الشق وهو ابن عشر سنين،
ورواه الإمام أحمد في مسنده وهو ابن 20 سنة. وقالوا المفسرون أنها فيها وهم الرواية، والراجح أنه كان ابن 10 سنين كما رجح ذلك ابن حجر العسقلاني وغيره وابن حجر الهيتم، أنه كان ابن 10 سنين. ورواية أحمد بن حنبل في مسنده ذكر أنه ابن 20 سنة والراجح أنها ابن 10 سنين. فعملوا إيه ابن 10 سنين؟ قالوا ملأوا قلبه رأفة وشفقة وأزالوا الغلة من قلبه والحرص، شالوا الغل والحرص وحطوا الرحمة والشفقة، فصار بعد هذه الحادثة قلبه يرق شفقة على كل شيء حتى الحجر الذي تطأه قدمه صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم ما يبقاش في قلبك بغض المسلم أبدا. قال لأن المسلم حاجة من الاثنين، يا صالح تحبه لصلاحه، يا عاصي تستره لمعصيته. يبقى خلاص بقى، يبقى هتكرهه ليه؟ إذا كان عاصي بتدعي له إن ربنا يغفر له ومطلوب إنك تستره، وإذا كان صالح مطلوب إنك تتأسى به وتطلب منه الدعاء، يبقى أنت هتكرهه ليه مسلم؟ شوف كلام الشيخ بقى، عشان كده يقول لك وقلبك لا تبغض به مسلما أبدا، وإلا تبقى غلاوي، والغلاوي ده تمنع فيه. طب أنا هقول لك حاجة، في حديث في مسند الإمام أحمد جميل أوي، تقول لي أصل أنا راجل غلاوي كده وعايز كده أحب أتك على سنة كده وأشوف الناس كل طول النهار عايز يتخانق، في ناس كده تلاقيها غلاوية. طب إيه الحل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث مسند الإمام أحمد بن حنبل: ألا أخبركم على ما يذهب الله به وحر الصدر، اللي هو الغل يعني، ده علاج نبوي، يعني ما فيش عملية نعمل لك استئصال غل من القلب، في تفتح القلب ما تلاقيش فيه إلا دم، طب فين الغل؟ مش لاقيه، ما تشوفوش، دي أمر معنوي لا يرى إلا الله، حتى يمكن الملائكة لا يقدرها الله برؤيته إلا إذا أقدرهم، زي ما بعت سيدنا جبريل كده عرف يطلع الحتة بجسد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ألا أخبركم على ما يذهب الله به وحر الصدر؟ صيام 3 أيام من كل شهر، تواظب عليها دواء يدي مفعوله بعد سنوات، يدي مفعوله حسب التوفيق. ربك كرم لنا ادهوني بعد سنوات، يمكن يدولك انت بعد شهر واحد، دي حاجة بتاعت ربك بقى، ها براحتك. الرسول قال كده 3 أيام من كل شهر، ما قالش صلى الله عليه وسلم براحتك براحتك. ما هو الحديث كده عام، انت بقى عايز تخصصه بحديث اخر اللي هي 3 أيام الخمرية، مفيش مانع. على هذه النية ولا مطلقا بدون صيام تطوع يعني بنية، بس تراعي ادب الصيام، بنية ان ربنا يطلب فيه غير الصدق، ولا مجرد صيام وخلاص؟ لا، انت تصوم بنية ان ربك يشفي صدرك، لان قد يكون في صدرك اشياء اخرى لا تعلمها غير هذا، فافتح الباب ما تغلقوش، لا تحجر واسعا، اترك ربك يسلم لك قلبك، دي احلى حاجة. يعني انت خد الدواء، وانت بتاخد الدواء الاسبرين تقول يا رب انا باخده، نويت اخده وابلعه علشان يذهب الصداع، لكن زغلال في العين مش مهم، لكن الرش مش مهم، انا عايز الصداع بس، ما حدش بيقول. انت بتاخد الدواء وعايز تشفى تماما، كل الاعراض تروح، مش كده برضو؟ فدي دواء، انت عايز كل امراض القلب تروح، خلاص صوم بقى 3 أيام من كل شهر، ربك سبحانه وتعالى يذهب عنك هذا ان شاء الله بالتجربة. يعني غير المسلم تبغضه في الله، يعني ابغض كفره ولا ابغضه؟ لا تبغض كفره طبعا، اذا كان الرسول كان يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، الرسول لا لا، الا لو ربنا قال لك ابغض فلان، قال لك ابغض ابليس، انه لكم عدو فاتخذوه عدوا، خلاص اتخذوا عدو، خدت بالك؟ بس اصل انت اللي بتكرهه الكفر الوقت ده قد يسلم بعد لحظات، فالقضيه مش قضيه اشخاص على فكره.
ده قضية اعتقادات وافكار، بحيث ان الشخص ده لو تنازل عن كفره بعد لحظة يبقى اخوك، بعد لحظة يمكن تجوز اختك او بنتك، بقى حبيبك خلاص في لحظة. ودي خاصية المسلمين بس، في جميع طوائف بلاد العالم. فكرك المسيحيين لو واحد تنصر برضو يعتبروه نص نص، ما يتقوهوش. طب روح لليهود كده ما يقبلوش واحد يتهود، يقول لا لا ده مسألة نسب، انت ما تنفعش. اي طائفة اخرى تحاول تمشي معاها ما يبدوش يقبلوه، الا المسلمين دول حلوين حلاوة، ما فيش احلى من المسلمين في جميع الطوائف، دي حقيقة. تبص تلاقي الواحد منهم يبقى عدونا يقول اشهد ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، يا ايه ده بقى اخويا في الحال، في الحال كنت ماسك السيف كده هقتله، في حين ان هو قبل ما يقولها بلحظة كان هيقتلني، اروح رافع السيف عنه واخده بالحب، ومش كده وبس، واقعد اعلمه واحفظه القرآن، ولما يحفظ القرآن اخليه يصلي بيا امام. ما فيش طائفة تعمل كده ابدا الا المسلمين. ده كانوا بيخلوا الموالي بتوعهم عبدهم يصلوا ائمة بيهم ويخطبوا بيهم الجمعة احيانا لما يغيب واحد، وان كان العبد مش مطلوب مش مفروض عليه الجمعة، لكن يجوز خطبة الجمعة له. شوف الى هذه الدرجة. ليه؟ لان المسلمين ما عندهمش الكراهية للشخص، لكن الكراهية للفكر الباطل بس. ها؟ يعني زي ايه؟ يا عم انت صوم لله، اطلق النية جميلة حتى يطلق ربك عنانك. يجوز يجوز. اصل انت شو ما تدوخش نفسك، اللي يدلك على الحكاية دي هيدلك على التعب، لكن كل نفسك لله واترك الامر لله. فبيقول لك وانظر قلبك لا يكن فيه غل ولا حقد على احد من المسلمين. ايه الحلاوة دي؟ شفت انت الرجل اللي هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من اهل الجنة، الحديث كلنا حافظينه. فدخل الرجل، ثاني يوم قال نفس الكلام دخل نفس الرجل، ثالث يوم نفس الكلام دخل نفس الرجل. سيدنا عبد الله ابن عمرو ولا ابن عمر؟ سيدنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب. ولا ابن عمرو بن العاص؟ والله انا مختلط عليه، يمكن تعددت الحادثه. المهم واحد من الصحابه عايز يبقى زيه، فاستاذن وراح عمل حكايه كده وقال له انا اتخانقت مع ابويا طردني من البيت، حبات عندك يومين كده لحد ما نصطلح. هتتفضل. كل ده هدفه انه يراقبه يشوف بيعمل ايه عشان يبقى من اهل الجنه. فقعد طول الليل. ها؟ ما هو لمصلحه نفسي. فالمهم انه يلاقيه بيقيم الليل، ما فيش، ما بيقيمش الليل ولا حاجه. قبل الفجر يا دوب قام اتوضى صلى ركعتين وخده على قال يمكن الراجل اول يوم ما رضاش يقلقني ويصلي طول الليل كده ويقلقني عشان انا نظيفه، نستنى ثاني يوم. ثاني يوم نفس الحكايه. قال طب ثالث يوم بقى ده راجل بيضايفني. قال له ايه حكايتك انت يعني اللي بتصلي زياده عن المسلمين وبتاع؟ ده الرسول قال كذا وكذا وكذا وانا لا اتخانقت مع ابويا ولا حاجه، ده انا كنت عايز. قال له الحكايه على بلاطه. قال له والله يعني لا افعل شيئا الا ما رايت، ولكني ابيت ليس في قلبي شيء لاحد من المسلمين. بقى من اهل الجنه. شفت بقى بيدلك على ايه؟ على انك تبقى من اهل الجنه. دي حاجه عاليه لعلمك، مستاهله. وانظر هواك لا تهوى به شيئا من الشر. يعني شوف اي حاجه انت عايزها وتكون شر امنعها. امنعها. يبقى انت ما تخالفش نفسك الاول في المباح. خالف نفسك الاول في المعاصي الاول. ما انت تاخد نفسك بالرياضه بالتدريج كده، اديها المباح اللي هي عايزاه وخالفها في المعاصي لحد ما تأنس مع المباح بس ولا تحدثك بالمعصيه. ابتدي بقى اقطع شويه من المباح حبه حبه، خدت بالك؟ وخالف النفس والشيطان وعصيهما وانهما محضاك المصحف التهم. يبقى تاخد نفسك بالتدريج حبه بحبه، مش فجأة
كنت بتدي لنفسك كل هواها في المعاصي وفي المباح وفي كله، وفجأة تحضر درس زي ده تروح مروح تحرم على نفسك أكل الطعمية وانت بتموت في الطعمية. لما تحرم على نفسك بقى الفرجة على التلفزيون وشرايط الفيديو والمناظر الخليعة والقعد على القهوة وشرب الدخان وترك الصلاة في أول وقتها ومنكفة الأب والأم تسمع كلامهم والشفقة على المسلمين تحل محل الغل اللي عندك، خالف نفسك في الحاجات دي الأول، وبعدين كل طعمية زي ما انت عايز وكل خاص زي ما انت عايز، كل مانجا ان شاء الله تشرب عصير أصل، ان شاء الله تأزأز لب، ما يجريش حاجة الأول كده. يعني الحكاية سهلة، يعني انت سايس نفسك بالتدريج، مش تاخد نفسك مرة واحدة تبص تلاقي نفسك فرت منك ما تعرفش تمشي بيها بعد كده. وانظر هواك لا تهوى به شيئا من الشر، فإذا لم يكن فيك هذه الأربع من الخصال فاجعل الرماد على رأسك. لو ما كنتش بتعمل الأربع خصال دي يبقى حط الرماد على رأسك واعي ربنا أنك أنت من أهل الخزلان، نسأل الله للسلامة. فقد شقيت يا مسكين. وقال ابن خبيق: لا تغتم إلا من شيء يضرك غدا، يعني في الآخرة. مش غدا يعني يوم الحد، لا، أصل النهار السبت يبقى بكرة الحد، لا. لا تغتم إلا من شيء يضرك غدا، يعني الآخرة. ولا تفرح إلا بشيء يسرك غدا، يعني بالطاعة في الآخرة. وقال ابن خبيق: وحشة العباد عن الحق أوحشت منهم القلوب، يعني جعلت قلوب العباد عليهم قاسية. ما ربك سبحانه وتعالى جعل قلوب العباد مركز تعينات الصفات كما قلبك هو كذلك، فلو أنست به يؤنس العباد بك فكل العباد يحبوك، وإذا لم تأنس به كل العباد يبقوا مش طايقينك ويبقى قلبهم قاسي عليك. المعاملة بالمثل، المعاملة بالمثل سبحانه. وحشة العباد عن الحق أوحشت منهم القلوب، ولو أنهم أنسوا بربهم لأنس بهم كل أحد. وسمعت أنت عن الأولياء اللي كان يجيبوا الكلب المفترس يجوعوه وبعدين يطلقوه على الولي من دول، تبص تلاقيه جاي الكلب ميت من جوه ومفترس يروح نايم تحت رجل الولي. سمعتوا الحاجات دي كلها؟ آه كتير حصلت، حصلت وفي العصر الحديث حصلت لبعض الناس، واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لانه هو انس بالحق فانس له كل شيء. سيدنا سفينة لما بعثوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة لأهل الحبشة ان هم خلاص هاجروا وان هم ييجوا، فماشي في الصحراء ومعاه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فامتلي عليه اسد، اسد حياته بقى خلاص، ده اسد في الصحراء يعني بقاله ايام ما اكلش، ده صحراء يا عم حد يلاقي فيها اللبه، وده أسد ميت من جوه طالع طبعا خلاص بقى هياكله هياكله. يوم سيدنا سفينة كلمه يقول له ايه؟ يقول له أنا رسول الله أرسلني كذا، أي رسالة النبي ايه؟ يروح الأسد ايه؟ يهمهم ويروح ماشي وزي ايه ده الحلاوة دي؟ وقالوا إن كان تايه كمان والأسد فضل ماشي لحد ما وصلوا للطريق. قصص كتيرة يعني في كل عصر تلاقيه. سيدنا عمر بن عبد العزيز في عصره كان الذئب يرعى مع الغنم، صح؟ يعني أنسه بربه حتى أثر على الحيوانات المفترسة فكانت ترعى مع الغنم. عرفوا أنه مات لما لقوا الذئب افترس الغنم، قالوا يبقى مات. يعني الناس في الصحراء عرفت أنه مات، ما كانش عندهم محمول ولا حاجة ولا في انترنت ولا في أي وسائل انتقال، هم لقوا الذئب بقى ياكل الغنم قالوا ايه ده الاخبار ايه؟ قالوا ده عمر بن عبد العزيز مات. فتختلف الحال. وقال: انفع الخوف ما حجزك عن المعاصي. مش بنقول الخوف والرجاء؟ انفع الخوف من الله هو اللي يحجزك عن المعاصي والمخالفات، هو ده الخوف النافع، مش الخوف الزائد اللي يجعلك تقنط من رحمة الله تقوم تيأس، لا، ده الخوف البناء اللي يدفعك إلى ترك المعصية والتوبة. أنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي
وأطال منك الحزن على ما فاتك وألزمك الفكرة في بقية عمرك. هو ده الخوف الحقيقي المفيد. وأنفع الرجاء ما سهل عليك العمل، يدفعك للاكتئاب في الطاعة بقى عشان تعوض ما فاتك. لأن لو لم تجتهد في الطاعة وأردت حدوث شيء دون أن تأخذ بأسبابه يسمى طمع، والطمع محرم شرعا. ده حتى الناس يقول لك ده طماع، يقول لك الطمع يقل ما جمع. يبقى أنت أنت تسمى طماع طامع في رحمة ربك إذا كنت لا تأخذ بالأعمال الصالحة كسبب للوصول إلى رحمتك، تبقى اسمك طامع والطمع حرام. إنما إذا كنت آخذا بأسباب الطاعة مجتهدا فيها يبقى اسمك راجي، والرجاء مطلوب والطمع حرام. وعشان كده يقول وأنفع الرجاء ما سهل عليك العمل. وقال طول الاستماع إلى الباطل يطفئ حلاوة الطاعة من القلب. للجماعة اللي قاعدة تسمع الفيديو كليب طول النهار قاعدين وحاطين البتاع دي في ودنهم، سموها ايه؟ ايه؟ لا غير الهيدفون، البتاع ده يسموه ايه؟ الوكمان. مكانش ايامنا اصلا، بنسى. طول النهار قاعد كده ماشي والبتاع حطيتها في ودنه كده وحطت البتاع في جيبه وماشي في دنيا غير الدنيا ليل نهار. فده مشكلة كبيرة على فكرة، دي بيضيع لك حلاوة الطاعة. بالرغم ان ممكن يكون بيسمع كلام اناشيد وطنية بس برضه لهو، لهو على طول كده يا لهوي. هو فعلا يا لهوي، هيموت قلب طول الاستماع الى الباطل. يطفئ حلاوة الطاعة من لا خد بالك، اصل بيقول لك الاستماع يعني تنصت. انما ممكن تبقى انت كل الدنيا هايصة لكن انت مش منصت ليه. الاستماع يعني ايه؟ اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، يعني بتدبر. الاستماع هو الايه؟ انك انت يعني تنصت، والانصات بمعنى التدبر. خدت بالك؟ يعني تقصد انك انت تسمع، ده الاستماع. طول الاستماع الى الباطل يطفئ حلاوة الطاعة من القلب. يسمع موسيقى ليل نهار، يقول لك اصل الامام ابن حزم اجاز الموسيقى وانا بسمعها على مذهب ابن حزم. طب اسمعها على مذهب ابن حزم ما يعزموك في فرح، وانت مش كل يوم في فرح بقى. يعني اما يبقى في واحد قريبك عامل فرح وجاب شويه مزيكا ما تقلبهاش نك، روح اسمعها على مذهب ابن حزم. طيب خطا وتنك ماشي، وانت مش كل يوم في فرح، يعني فرح مرتين ثلاثه في الشهر خلاص هتمشي الامور. انما انت عاملها لي فرح كل لحظه كل ساعه، عاملها لي فرح، تقوم ايه تظلم قلبك بقى. ما ينفعش. ومنهم الفاتحه لسيدنا ابي محمد عبد الله بن خبيق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، صراط المستقيم. واحد بيحكي رؤية فيها ستات يعني محجبات من غير نقاب ومسكين دف، بيقول ايه؟ بيقولوا ده في الرؤية يا شيخ سيد. يا امهات المؤمنين صلوا عليه صلوات الله عليه. فهو راح ماشي معاهم وبقى فرحان ويرد. ايه رأيك في تفسير الرؤية دي؟ حلو، بتصلي على النبي في الرؤية، عايز ايه؟ انت مشيت معاهم يعني بتعاكس الستات ولا ماشي بتصلي على النبي؟ ماشي بيصلي على النبي خلاص. حلو، حد هيقول لك الصلاة على النبي وحشة؟ بالصلاة على النبي احنا مش هندخل الجنة الا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دي حقيقة، لان الصلاة على النبي مقبولة قطعا ولو من منافق. انما اعمالك
واعمالنا كلنا الله اعلم ربنا هيقبلها ولا لا، ده احنا يعني خايفين. ابو علي احمد بن عاصم الانطاقي من اقران بشر بن الحارث والسري الثقفي والحارث المحاسبي، ده شغلانه كبيره. وكان ابو سليمان الداراني يسميه جاسوس القلب لحده فراسته. يا ولد يعني يفقس المرض الخبيث اللي يحجب الانسان من الله ويكون هذا المرض في قلبه. ده بقى ايه؟ اصل كلما تتنقى عين البصيره تقوم ترى الباطن، زي كلما تنقت عين البصر رأت الحس بوضوح، كذلك كلما تنقت عين القلب اللي هي يسموها البصيرة ترى الباطن بوضوح، يوم يعرف على طول. فده دليل على نقاء السريرة. وربك سبحانه وتعالى جاب سيرة الفراسة في القرآن، قال اه إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسمين اللي هم عندهم فراسة يفهمها كده بالإشارة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. يبقى هو النبي استعمل هذه الألفاظ صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أبو سليمان الداراني يسميه جاسوس القلب لحدة فراسته. هم بيحبوا يكسروا الفاء فيها فراسته. احنا ساعات نقول الفراسة المصريين كده الكلام، لكن هم العلماء يقول لك بكسر الفاء الفراسة، لكن ساعات لغتنا العامية تغلبنا. وقال أحمد بن عاصم إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن علي بحفظ لسانك. بيقول هنا في الهامش إنما خص اللسان بالذكر لعظم جرائمه التي تؤثر في القلب ظلمة زائدة، فعلى العاقل أن يشغل لسانه بالذكر والتلاوة ليتنور قلبه. وقال أبو أحمد بن عاصم قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. سورة التغابن فتنة، يعني ملهاة، ملهاة عن العبادة وملهاة عن الطاعة بسبب الانشغال بهم، ونحن نستزيد من الفتنة. الفتنة اللي هي ما يلهينا عن الله عز وجل. كل الناس عايزة تكثر أموالها وتكثر أولادها وشغلانها. ومن كلامه احذر الغيبة كما تحذر عظيم البلاء. في فرق بين الغيبة والغيبة. غاب يغيب غيبة، واغتاب يغتاب غيبة. فغيبة من الاغتياب، والغيبة من الغياب. الغياب مش مشكلة، غبت النهاردة مش معصية، لكن اغتبت النهاردة معصية. فهمت ازاي؟ فالغيبة معصية والغيبة مش معصية ولا حاجة، يعني ما يجراش حاجة. ممكن تغيب النهاردة وتروح تسافر، تروح مشوار، تبقى غايب ما يجراش حاجة. من كلامه احذر الغيبة كما تحذر عظيم البلاء، فإنها إذا ثبتت في القلب أتتها أخواتها من النميمة والبغي وسوء الظن والبهتان. يا خبر أبيض. شفت بقى احنا الجماعة الوهابية كانوا هيوقعونا في مشكلة ازاي؟ كنا هنسيء الظن به. لكن أنا بقول لك اعذرهم. ليه اعذرهم؟ هو خايف على مقام التوحيد زيادة عن اللزوم، فعايز يسد الذرائع كلها مخافة إن مقام التوحيد يمثل. فأنت تلتمس له العذر على هذا، وإن كان هو سد الذرائع في غير مظنها، لأن لازم تزد الذرائع في مظنها. يعني هو الخلاف بيننا وبينه ان احنا برضو ما نحبش الشرك زيه، لكن هو اراد ان يسد الذرائع في غير مظنها، يعني حاجات المسلمون لا يفعلونها بالشرك جعلها هي تؤدي الى الشرك، والنبي اجازها ثلاثة وهو عايز يحرمها. زي زيارة القبور، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور كلها، لدرجة ان هو زار قبر سيدنا موسى في رحلة الإسراء والمعراج، وقال لو كنت يعني لو أردت أن أعلمه لكم، دليل أنه كان عايزنا نزوره،
عنده انه عند الكثيب الاحمر، يعني قال لنا اماره كمان كانه عايز يدلنا عليه. يبقى زياره قبور الصالحين فعلها النبي اهو، لو كانت شميمه تؤدي الى الشرك واخد بالك لكان منعها النبي سدا للذريعه. فهمت ازاي؟ يبقى الافعال اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وانت تصورت انها تؤدي للشرك يبقى انت بتعتبرها ذريعه في غير مظنها، فلا تسد الذريعه في غير مظنها. الوهابيه ارادوا ان يسدوا ذريعه الشرك في غير مظنها، دي الخلاف اللي بيننا وبينهم. لكن كلنا احنا نبغض الشرك، كلنا نريد ان نموت على التوحيد، هو كده وانا كده وكلنا نحب كده صح. لو كانت الامور التي تؤدي قد تؤدي الى الشرك النبي يمنعها مطلقا لكان منع الطواف حول الكعبه، الكعبه حجر وقد عبر الحجر، لكن النبي طاف حول الكعبه والنبي قبل الحجر وقد عبر الحجر صح ولا لا؟ يبقى النبي قبل الحجر في زمان كان يعبد فيه الحجر، يعني كان المفروض بقى على حسب التفكير الوهابي في سد الذرائع كان منع تقبيل الحجر وكان منع الطواف حول الكعبه، يقول لك انا عايزكم تبقوا موحدين خالصين، وكان منع استقبال الكعبه في الصلاه، يقول لك اينما تولوا فسمى وجه الله، الله لا في جهه، لان قد يكون الاستقبال يؤدي الى شميمه الجهه. فهمت ازاي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يتوجه الى الكعبه، يبقى ليست في مظنها هذه الذرائع. وعلشان كده ربك سبحانه وتعالى في القران قال على سيدنا عيسى ابن مريم ايه؟ إذ تخلق من الصين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. إيه بإذني كذا مرة دي؟ ليه كذا مرة بإذني؟ لأن في ذريعة هنا لابد أنها تصد، لأن سيدنا عيسى عبدوه من دون الله، فأراد أن يبين أن كل حاجة عملها سيدنا عيسى دي بإذنه، ما تفتكرش أنه هو إله. طب في سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ لأن سيدنا إبراهيم معلوم إنه مش هيعبد من دون الله، ما قالوش بإذن، قال له فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعي، ما قالش بإذن. الله، لأن هنا ما فيش ذريعة في سيدنا إبراهيم إنه هيعبد من دون الله. فهمت إزاي؟ هذه اللفتات نقلا عن أستاذنا محمد إبراهيم عبد الباعث عالم الإسكندرية جزاه الله خير. فيقول لك ان سد الذرائع لابد انها تكون في مظانها، لكن في غير مظانها لا. فايدته انا في هذا الحادثه بكلام سيدنا ابن عطاء الله لما قابل ابن تيميه في مصر، وكان سيدنا الامام ابن تيميه وسيدهم. ليه بقى بقول لك سيدنا؟ لان ابن تيميه عندما مات حتى لو كان مخالفا في امور فقد بنى له الحق بعد موته، فصار سيدنا برضه. دي الحقيقه كده، لان الانسان حتى لو كان يعتقد شيء وكان مخطئا فيه فاذا مات زال عنه كل حجاب غفله فيتضح له الحقائق. فهو بعد موته صار سيدنا، لانه صار موافقا لكل اهل الحق. فالمهم سيدنا ابن عطاء الله قابل سيدنا وسيدهم ابن تيمية، لكن ابن عطاء الله مش سيدهم، سيدنا. فسيدنا ابن عطاء الله قابل سيدنا وسيدهم ابن تيمية في مصر هنا في الازهر الشريف، وكان ساعتها عامل شغلانه كبيره وخناقه كبيره في الشام عشان قاعد بيرد على الروافض، فعاف في اهل البيت وعاب مش عارف ايه، قال يعني عشان بيرد على الروافض فعاف في اهل البيت بسبب العاطفه، يعني ان عايز يرد الناس لاهل السنه والجماعه، لان الروافض دول اصل هم كانوا برضه غلسين يعني من كتر حبهم في اهل البيت غالوا فيهم لدرجه ان هم قالوا فيهم حاجات ما يوافقش عليها اهل السنه برضه. فهو علشان يعني يعالج المشكله دي فابتدى يعيب في اهل البيت، قال يعني علشان يردهم للصواب، لكن احنا ما وافقناهوش على الاسلوب ده. فسيدنا ابن عطاء وقال لهم بقى اوعوا تزوروا قبر النبي، شدوا الرحال للمسجد بس، لان شد الرحال للقبر وزياره الاولياء في قبورهم والاستغاثه بالاموات والتوسل بالاموات بعد وفاتهم قد يؤدي الى الشرك،
فهمت ازاي؟ وقايل الكلام ده كله في الشام وموضى بامور وعامل ازعارينا واتخانق مع الشيخ السبكي هناك وقضاة عصري وعامل قلب وجاء بقى يزور مصر. سيدنا ابن عطاء الله كان سمع الكلام فجاء قبله هنا في الأرض فبقول له يا إمام لو كان الأمر كما تقول سدا للزريعة لحرمنا زراعة العنب لأنها تؤول للخمر، ولا أمرنا بإخصاء الذكور الذين لا يتزوجون لأنهم قد يزنون، ولكن لم يقل بذلك أحد. يبقى الزريعة لا تسد إلا في مظنها، فهمت إزاي؟ لا تسد الزريعة إلا في مظنها، هذه المسألة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرضت عليه أمور أمتي ليوم القيامة، قال ما الشرك أخاف عليك. وكون نبينا خاتم الأنبياء دل على أن التوحيد يظل في أمتي إلى يوم القيامة، لأن لو كان الشرك هيدخل فينا كنا نحتاج نبي جديد، لأن ما كانش بيجي نبي جديد إلا لما يدخل الشرك في إيه؟ في أمة من الأمم، يوم ربنا يجعل يصلحهم تاني بنبي. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأمة إكراما لنبيها فأكرمها أنها لا تشرك أبدا، خلاص قال ما الشرك أخاف عليكم، يبقى خلاص. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعد، فخلاص استجيبت دعوته انتهينا. ده هو لما دعا دعوات تانية في دعوات ربنا ردها له كده في حال حياته، عرف انها مردودة، منها لا تجعل بأسهم بينهم شديد، ربنا ردها. فتبقى مش كان عايزها صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا ردها لأنها لا توافق القدر القديم المقدر فردها له. لكن لما قال لما نتجعل قبري وثنا يعبد بعدي قبلها منه، خلاص انتهينا، اطمئن يا رسول الله أمتك على التوحيد فطمأنها. إذا كانت أمته لم تفتن في رسول الله هتفتن في ولي؟ إذا كان أمة النبي كلها ما عبدتش النبي هيعبدوا السيد البدوي؟ حاجة غريبة أوي. طب لو كان من باب أولى بقى يعبدوا النبي بقى، صح ولا لأ؟ ده ما عبدوش النبي هيعبدوا سيدنا السيد البدوي سيدنا الحسين؟ يبقى هم جم الوهابية أرادوا أن يسدوا الذرائع في غير مظنها فخلفوا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ليس عندهم بصيرة في هذا الأمر بس. لكن هو هدفهم أن هم يحموا إيه؟ حظيرة التوحيد، تفضل باستمرار الأمة موحدة كده.